رأيكم نعمل الفراخ بطريقة جديدة؟ هنعمل النهاردة فراخ بصوص الصويا والعسل. يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض، طعمها يجنن. في بولة هنحط كوبايات لبن، معلقة بابريكا، معلقة فلفل اسود، معلقة جنزبيل وشوية ملح، ونقلب كل ده مع بعض. وبعدين الفراخ ونقلب. بعد كده هننزلها في زيت سخن بعد ما سبناها في التتبيلة ساعتين، ونطلعها على ورق مطبخ. وفي بولة هنحط نص كوباية صويا صوص، وربع كوباية كاتشب، ومعلقة عسل، معلقة كبيرة نشا، معلقة بابريكا، معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، كوباية مية، ونقلب كل ده مع بعض. وفي طاسة هننزل بمعلقتين زيت، ونحط معلقة ثوم، جنزبيل مبشور، وننزل بالصوص اللي احنا عملناه. بعد ما الصوص تقل هننزل بالفراخ. هنزين الطبق ببصل اخضر وشوية سمسم. وكده فراخ الصويا والعسل خلصت معانا النهاردة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، واشوفكم بحلقة جديدة من برنامج محمر ومشمر. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.